السلام عليكم خوتي، كما عودناكم التربية السليمة لطيور الزينة. اليوم ولا غير حبيت نشارك معكم واحد الخلطة. بداية كنت نخرب في القدر، لقيت واحد حبيبة تاع اللوز، ايا قلت لنا غير نبروفيزي خلطة باش ندفيو بها الزاوج تاعنا، ومام طون ابور دو بروتيين، ومام طون رانا في وقت التجهيز مليحة التجهيز تاعي. دونك الخاوتي واش فيها، على بالي بلي راكم تشوفوا، ديجا راكم تشوفوا في اللوز واحد 10 حبات لوز هكذاك. زدت لها واحد 1 غرام تاع غرانيجر باش نبوستيها بك، هذا ما باش نعطيلي الزاوج. وزدت لها 1 غرام تاع جلجلان. جلجلان لبنا بلي حاجه مليحه، جلجلان فيه السكريات الكربوهيدرات الالياف الاحماض والمعادن، ثم يلي ريش عفوا، ويطهر الامعاء ويسهل عمليه الهضم. كي نقولوا سهل عمليه الهضم، ثم دوك انا كي درتو في وسط هاد لي برودوي كاع من خارج الزوج تاعي تكونستيبالي ولا فهمني، شغل كل حاجه تخدمها تعطيها الزوج ياكلها لازم تخمم باللي لازم يديجيريها دون لي مار، هايدا ما يتكونستيب عليك، ما يولي بومبي، ما والو، ما يديرلك دياري، ما حتى حاجة، كلش سام. اللوز 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 غني عن التعريف، هو المادة الأساسية اللي استعملتها هنايا. اللوز فيه الأحماض الدهنية، فيه الفيتامين أ، ينقص الكوليسترول، ينقص ضغط الدم، بما في ذلك البروتين. دوكا فهاد الخلطه تاعنا كيما كتشوفوا كملنا، نزيدوا لها هكذا شويه تاع عسل. تقدر تستعمل نيمبورت كال عسل، عسل حره، عسل تاع نونوس، عسل خدمتوها في الدار شغل شربات هادي شويه هكذا، باش علاه باش البرودوي باش الخليط تاعنا يكون متجانس، باش نشدوه شويه شغل يشد. ومام طو هادو ماس ابور تاع لي كالوري، ابور دو كالوري، هذا السكريات ماشي بكمية كبيرة. زيدوا الطاقة للزوج تاعنا، زيدوا له الحرارية، الطاقة الحرارية تاعو، ثم نسخنوه الزوج تاعنا. فوالا سخنتو مليح الحالة، هاكدا نسيو نريكيبيريو كاع العسل اللي راهي في الملعقة. كيما راكم تشوفوا رانا نخلطو. كاين واحد لانغريديون ماجيك زدتو انايا نسيت باش نقول لكم عليه، اللي هو الخروب مرحي، ما تقدر تقول غبار الخروب. زدت 1 غرام كما راكم تشوفوا في اعلى الصوره، هاي بالله تما خروب مرحي، يتباع عند اللي يبيعوا الاعشاب، قول له خروب مرحي ماشي 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 حاجه 10 5000 عمر لك بالله راضي كومبلي. زدت 1 غرام تاع الخروب، هذا الخروب خاوتي فيتامين او ديريكت، فيتامين او ديريكت. ديجا الخروب هو ماده من المواد اللي يخدموا بها الفيرتيفيت، الفيرتيفيت يحتوي على فيتامين او تاع الخروب. هكذا نمزجو مليح، خلط مليح، خلطو مليح باش يديري كاع هذاك العسل اللي يكون بارتو، ومام الخليط تاعنا يولي متجانس، باش كي تقدمو للطيور ديالك تقدمو ميكيليبري، تما يدو كاع الكمية تاع اللوز وكمية تاع الجلجلان وكمية تاع النجار وكمية تاع العسل، ومام الخروب مرحي، غبار الخروب. هكدا خلط مليح، ولازم يتخلط، لازم يتخلط مليح. انا ما حبيتش ندير كمية كبيرة تاع العسل، خاطر تقدر دير كمية كبيرة تاع العسل، تسمى انا درت ميم با نص مغرفة، تقدر دير مغرفة في هاد الخليط، تقدر دير مغرفة، بصح الخليط تاعك هذا ما يجيش هكذا كيما راك تشوف فيه، ما يجيش هكذا، يجي
شغل شغل يجي شغل العجين، يولي فراسك رايح للعجين، يولي رايح للعجين، ما يكون فيه نسبة كبيرة تاع العسل. ها بدايا نجيبو لي كودي تاعنا ونقدموه بكمية، كما يقول لك ماشي كمية كبيرة، باسكو كي ديرو كي ديرو شغل العجين تعطيه الزوج تاعك ساعة تعاود تنحيهولو الكودي، باش تعطيها ان ابور تاع طاقة ديريكت هكداك، ماشي مليح الزوج تاعك تخلعو ديريكت بالبرودوي هكدايا فيه بزاف الطاقة ويقعد وما يعجبو يقعد غير ياكل فيه ياكلو كاع، وما ذاتي كيقدر يصراو له بيرتورباسيون سواء في الامعاء سواء كابابل تحرك في السقاط كاع، باسكو علاش تسخن يسخن ضربه واحده روح معاه غير بالعقل. هاكدا كميات كميات، ها تشوف راس مغرفة مكيل لهم كاع كمية كمية هكدايا كيما راكم تشوفو، فوالا هاي كمية هكدا شوية ما خير نزيد لها. والخليط تاعنا متجانس تسمى لي يدي يدي حقو يدي كاع واش كاين ميكيليبري، فوالا هادو لي كودي كبار انا نستعملهم لي كناري، هذا هو الكودي لي نستعملو لي كناري في باتي هكدا خلطة تاع البيض وحدهم، ما ديرش فيه البيض هذا على خاطر لازم يكون مهوي، انا خان نستعمل لي فيهم مهويين تاع البيض باش البيض ديالي سبيري باش ما يفسدش ديريكت. هاهي قعدت لنا كمية هادي نزيدو نعمرو شويه كوديات، كيما راكو تشوفو فوالا هادو كوديات صغار. كيكون عندي طير انا كناري وحدو ولا مقنين وحدو هدا في القناة نطيرو هادو هما صغار، كودي صغير هدا نعمرهم ونفس الكمية اللي نمدها في كودي صغير نمدها في كودي كبيرة فراسك نفس الكمية. هاهي قعدت لي هاد الكمية كي تشوفو فيها، هادي نعطوها لمن للمدلل تاعنا، المدلل تاعنا اللي هو ريشة درع باش دخلتو تحت الكاميرا خاوتي، خايل 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 هو الاول اللي دشن كل حاجه نخدمها ولا نعطيها الطيور ديالي، هو الاول اللي دشنها هو المدلل. فوالا هاو لي كريشه، ومن بعد نديرو ان شاء الله موضوع على تريكومونوس هادي تاع ريشه اللي عنده 8 شهور هو مسكين يعاني، طائر تاعي العزيز وغالي. مطلي فيه ياكل غير اللوز والجوز الله يبارك، هاكداك مسكين والدواء هذاك راني نستعمل فيه ان شاء الله يريح، هاكو تشوفو كيفاش يرش عينو. المهم هنا هو خايل الكاميرا دوك يقلع، وانا نقولكم دمتم في عهد الله وحده، هاو على خير، السلام عليكم.